بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كيف يكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وتصبح رجلا يمشي من أهل الجنة يمشي على الأرض؟ بعمل يسير يحتاج منك صبر لمدة 40 يوم بس، يحتاج منك صبر لمدة 40 يوم بس. الرياء أو النفاق أو الشرك الخفي سرطان الأعمال الذي يدمر الحسنات. ما في إنسان إلا بيقع في الرياء وفي الشرك الخفي، لأنه أخفى من دبيب النمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا عمل عظيم جدا، لو احنا عملناه عكف عليه الصالحون من زمن التابعين حتى الآن، نلقى الله سبحانه وتعالى بقلب خالي تماما من النفاق ومن الرياء. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ألا أنبئكم بأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك الشرك الخفي، شرك السرائر. يصلي الرجل جاهدا فيحسن صلاته، يصلي الرجل جاهدا فيحسن صلاته من نظر الناس إليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرجل يكون بيصلي يحسن صلاته عشان عارف ان في ناس بصاله، لكن هو لما بيكون لوحده ما بيحسنش الصلاه زي ما الناس بتكون بتبص له. فابواب الشرك الخفي ده اللي هو اخفى من دبيب النمل لا تحصى ولا تحصى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اتقوا هذا الشرك، الشرك الخفي، شرك السراسر، شرك السرائر. قال يقوم، قالوا: ما الشرك الخفي يا رسول؟ قال الرسول: يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا من نظر الناس إليه، فإنه أخفى من دبيب النمل. فالشرك ده أو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ لا يكاد أحد ينجو من هذا الشرك أو من هذا الرياء، اللي هو زي إحنا بنقول، ففي ناس كتير وطبعا أكثرهم من هذا الزمن سيلقوا الله سبحانه وتعالى وفي قلوبهم نفاق، هيفاجأ يوم القيامة ووسطهم إن في أعمال كثيرة لم تقبل، لأن كان في خلل في الإخلاص، أو لأن الإخلاص مش تام، لأنه في نسبة رياء أو في نسبة نفاق، والعياذ بالله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا عمل لو إحنا عملناه ننجو من هذا، من هذه المصيبه. خلي بالكوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خايف علينا منه اكتر من فتنه المسيح الدجال. فتنه المسيح الدجال دي اعظم فتنه من ساعه ما خلق ادم لغايه ما تقوم الساعه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ في كثير من الايات ما بيقولش من عمل حسن، يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ما قالش من عمل حسن. لان كثير من الناس هيعمل حسنه لكنه لن ياتي بها يوم القيامه، هتضيع في الطريق. اما انها تحبط بسيئات عملها، او لان كان في خلل في الاخلاص، او اي شيء. اللي ناجيك من الموضوع ده حاجه واحده بس، ان انت كتب لك براءه من النفاق. براءه، لما كتب لك براءه من النفاق بتاخد براءه بنسبه 100%، يبقى القلب بينقى من النفاق تماما بنسبه 100%. اي عمل تعمله بعد كده تضمن ان هو خالي من النفاق بنسبه 100%، وتكمل ان هو مجبول باذن الله 100%، الا اذا كان لا يوافق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بتعمل بدعه او بتعمل شيء. طب نعمل ايه؟ هو ده بقى، لا هو ده موضوع هذا الدرس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من شهد تكبيره الاحرام مع الامام 40 يوما كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. خلي بالكم، من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معنى إن أنت 40 يوم تكون واقف في الصف قبل ما الإمام يقول الله أكبر. تكون واقف في الصف قبل ما الإمام يقول الله أكبر لمدة 40 يوم. لو عملت كده بتاخد براءة من النار، مش بس تحارب على النار، انت بتاخد براءه كمان من النفاق، ودي مهمه، دي اللي احنا عايزينها. اصبحت رجلا من اهل الجنه يمشي على الارض، حتى لو بعد كده عملت كبائر، ضمنت حسن الخاتمه، وضمنت منزله العاليه جدا في الجنه،
وضمنت البراءة من النفاق، ودي أهم حاجة، إنك أنت لو عملت أي عمل بعدها العمل ده يقبل بإذن الله. فمنزلة عظيمة جدا جدا جدا. عارفين ليه؟ أولا إن تكبيرة الإحرام، واحد من الذين شاهدوا بدرا، غزوة بدر، واحد من أهل بدر قال لابنه، قال له أشهدت الجماعة صلاة الجماعة؟ قال له نعم. قال له أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ قال له لا. قال له إنما فاتك من ثواب أعظم عند الله من 100 ناقة سود العينين. يعني اللي فاتك من ثواب أعظم من إن واحد يتصدق ب100 ناقة كلها سود العينين بسبب تكبيرة الإحرام بس. يعني لو واحد دخل والإمام بيقرأ الفاتحة خسر، كأنه خسر 100 ناقة، أو خسرت ثواب الصدقة ب100 جمل. أما لو دخل والإمام راكع، أما لو دخل والإمام في الركعة التانية، أما لو دخل والإمام خلص صلاة الجماعة خالص عشان برضه يصلي جماعة، خسر قد إيه؟ عارفين ليه كمان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آمر بحاطم فيحطب، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من نار، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. بل قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه أحمد شاكر في المعجم الطبراني، ولو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرمتين في المسجد لأجابوه، وإنهم ليدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، ولقد هممت أن آمر رجل ليصلي بالناس ثم أضرمها عليه النار وما يتخلف عنها إلا منافق. لذلك اللي بيحضر اللي بيكون واقف في تكبيرة الإحرام قبل ما يقوم الله أكبر 40 يوم، ده دليل على قوة الإيمان وينقى قلبه تماما من النفاق. لذلك عكف الصالحون من ايام التابعين لغايه الان على هذه على تحصيل هذه المنزله. لذلك انا حاولت مرتين ونجحت في المره الثالثه. في المرتين الاولانيين قعدت شهر كامل مواظب على تكبيره الاحرام في 5 صلوات. بعدين جه حصل عندي ظرف قهري ف اضطريت اعيد تاني من الاول، لانك يعني لازم تواظب 40 يوم. لدرجه ان انا في المره الثانيه بكيت بالدموع على المجهود بقى اللي انا يعني هضطر اعيد تاني من الاول. في المرة الثالثة ربنا سبحانه وتعالى وفقني وقعدت حوالي 88 يوم مواظب على تكبيرة الإحرام في 5 صلوات. والله لا، واحد من يعني من الناس الذي أحسنهم على خير، كان من بس الناس بتصلي ورايا في المسجد الذي كنت أعمل فيها إماما. لما ربنا وفقه وعمل الموضوع ده لمدة 40 يوم، عارفين عمل إيه؟ ذبح عجل لله. ذبح عجل لا وزعه للفقراء من فرحته الشديده بالحصول على هذه المنزله. واظب 40 يوم، ولما انتهى من 40 يوم ذبح عجل لله. شوفوا عشان تعرفوا قد ايه في ناس عندهم حرص على الخير. في ناس عندهم قد ايه حرص على الخير، ذبح عجل لله وزعه لله. لذلك انت ماذا يضيرك؟ يعني ايه اللي انت ممكن لو انت يعني لو واحد قال لك تعالى تعمل لي عمل لمده 40 يوم هديك 1,000,000 جنيه. بس هتقعد عندي لمده 40 يوم كانك في كشافه او كانك في رحله او كانك مسافر في الصحراء 40 يوم، هديك 1,000,000 جنيه، مش هتروح؟ ايه المشكله عندك لو انت صبرت لمده 40 يوم وتحس انك تكون واقف في تكبيره الاحرام قبل ما يقول الله اكبر 40 يوم؟ ايه اللي هيضرك؟ وتحصل هذه المنزله العظيمه، تكتب لك براءه من النفاق، وتضمن باذن الله قبول اي عمل بعدها، وباذن الله تصل الى الفردوس الاعلى. ارتقى الله سبحانه وتعالى بقلب خالي تماما من النفاق، اللي بيقع فيه كل الناس. ده شرك، الشرك، اتقوا الشرك الخفي فانه اخفى من دبيب النمل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني سيدنا عثمان بن عفان لما جهز جهز ثلث جيش العسره ب 100 ناقه، بحموله 100 ناقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ما ضر عثمان ما يفعل بعد ذلك، خلاص لو عمل اكبر الكبائر بعد كده خلاص. ما فيش حاجه تضره، يعمل اللي هو عايزه. هو انت برضه لو وصلت المنزله دي انك انت تحافظ على تكبيره الاحرام 40 يوم بس، ما تخافش من اي حاجه بعدها، لا تخاف من صغائر ولا تخاف من كبائر ولا تخاف من نفاق ولا تخاف من اي حاجه، خلاص اصبحت رجلا من اهل الجنه يمشي على الارض. طب بالله عليكم ايه؟
يعني ايه المشكله لما تصبر 40 يوم؟